قاعدين نحن هنا على أعلى نقطة فوق عاصمة ألماتي في كازاخستان، زي ما انتم شايفين بنركب التلفريك، ومعايا الدكتور حمدان إبراهيم الملحق الثقافي لسفارتنا في كازاخستان، وصديقي أرطول المصور اللي بيصورنا دلوقتي، وصديقي كندس جندس جندس. قول لنا ايه، احنا فين دلوقتي؟ احنا في فوق طبعا في الكوكتيبيه، ده اسمه ده الازرق قيمة القضاء. يعني هنا في ال الف حوالي 1200 فوق المدينة. يعني كما انتم شايفين يعني منظر رائعة، يعني انتوا تقدر يعني تشوفوا الكل مدينة كلها. طيب البيوت يا دكتور حمدان ملاحظ يعني متفاوتة طبعا، لان دي بيوت خاصة. يعني بتتفاوت ما بين بيوت قديمة مبنية منذ فترة طويلة في عهد الاتحاد السوفيتي، وبيوت حديثة بنيت مؤخرا مع التقدم والرخاء الاقتصادي الذي تعيشه دولة كازاخستان. البيوت الحديثة هنلاقيها اعلى شوية في التبة قبل ما نوصل لكوكت بي، وهنلاحظ على اليمين لو الكاميرا جابت القمم الجبلية العالية بتاعت الجبال تيان شان نبراوة بجاستا أرطور. نلاحظ قمة الجبلية عالية جدا هنا، واللي هي بتوصل لحوالي 3000 و 3200 متر في المنطقة دي. المكان اللي احنا بنمر عليه حاليا باكاجيتا أرطور، ده مكان يشبه مقر السيول، وطبعا ده معمول عشان لما السلوك اللي فوق الجبال تذوب ان ده يبقى مكان امن لوصول المياه الى محطات او الى بحيرات في اسفل المدينه. المدينه هنا فيها انحناء، يعني او ارتفاع وانحناء ممكن نسميه، طوله تقريبا حوالي 1500 متر او 1.5 كيلو، وبينتهي في الاسفل بمناطق فيها بحيرات صناعيه بتتجمع فيها المياه النزل خشبيه اسفلنا. في بيوت خشبيه زي ما احنا شايفين، وفي بيوت حديثه مبنيه على طراز حديث، طبعا لانها بنيت في عصور مختلفه من فترات دولة كازاخستان الحديثة، سواء كان في عهد الاتحاد السوفيتي أو بعد الاستقلال. لكن البيوت في هذه المنطقة يعني أغلبها بيوت قديمة شوية، مش بيوت حديثة. يعني التلفريك ده التلفريك المواجه لينا، احنا طالعين دلوقتي، واللي تحتنا حاليا دلوقتي الطريق ده الطريق الدائري حول مدينة ألماطي اللي بيودي إلى المطار، وده منفذ مهم جدا بينتهي هنا بشارع الفارابي اكبر شارع المدينه. الحته اللي تحت دي تكلف كام؟ لا مطلع الهضبه، البيوت هنا في مطلع الهضبه مش غاليه، لان الوصول اليها في الشتاء بيكون صعب جدا، عشان المنطقه بتكون مغطاه كلها بالسلوك، وبتحتاج الى نوع معين من السيارات الدفع الرباعي للوصول الى هذه المنازل. حتى شايفين ان احنا حتى ما فيش طرق ممهده ليها، فالبيوت هنا مش غاليه كتير يعني. لكن في الناحيه الثانيه من ناحيه شمبواق في الجبل، البيوت هناك اغلى بكتير جدا، يعني اسعار سعر المتر المربع ممكن يوصل ل 4000 او 5000 دولار للمتر المربع في البيت. انا ملاحظ النهارده طبعا عشان الشمس طلعت، ومع ذلك درجه الحراره 5 تقريبا، في خضره طلعت. المكان ده كان اول امبارح ولا يمكن قبل كده بكام يوم ثلج؟ كان ثلج طبعا، والثلج ساح كله او ذاب الثلج كله، واصبح الخضره موجوده، وفي امطار بتنزل طبعا، فالمنطقه كلها منطقه خضراء بشكل عام. والقمة التي نصعد عليها اسمها القمة الخضراء. ومدينة ألماطي لو انتقلت الصورة إلى الجهة الأخرى، انقل الصورة أرطور لو سمحت، وهناك طائرة تهبط من السماء، هنرى أن المدينة كأنها غابة، وبنيت في قلب هذه الغابة البيوت أو المنازل. مساحة الخضراء كبيرة جدا جدا جدا، لا توجد أي مكان في المدينة بدون مساحة خضراء، لا يوجد أي شارع إلا وبه أشجار خضراء على جانبي الشارع في هذه المدينة الجميلة، المدينة الرائعة.